السلام عليكم. وصلنا لحد الفصل الثامن، الجهاز التناسلي reproductive system. عندي المقدمة جهاز التناسل الذكري، الجهاز التناسل الأنثوي، عندي الصفات الجنسية الثانوية والأخصاب والحمل وتحديد النسل والتوأم، عندي تأثير تدخين الكحوليات والمخدرات على الحمل وراجعة الفصل. زين، performance index عندي تعرف السلوك الخاصة بالمفاهيم الآتية، عندي كيس صفائن، بربخ، بروسات، حواس المنوية، قناة فالو، توضح وظيفة كل من غدة كوبر، مشيم المبيض. زين، تحلل عدم قدرة الفتاة على الإنجاب قبل عمر 10 سنوات، تحلل النسبة الدموية الذي يرافق الدورة الشهرية، تحدد العمر الذي لا تستطيع فيه المرأة تنتج البويضات، توضح الاختلاف بين الإخصاب والتلقيح، الحبل السري، المشيم، التوائم المتماثلة الغير متماثلة، تشرح أهمية الرضاعة الطبيعية للأم والطفل، تبين معنى الأطفال الخدج، أطفال الأنابيب العقم، وتتأمل عظمة الله عز وجل في دقة خلقه الطفل في رحم أمه. وتثمن دور العلماء والباحثين في إيجاد أساليب وطرق لحل مشكلة العقم. وتلزم كل من الجهازين التناسل والذكري، التناسل الذكري والأنثوي. فعندكم بالنسبة للرسم هذني مطلوبات الذكري والأنثوي، واضح؟ طبعا قبل بداية هذا الفصل وقبل ما أحكي المقدمة، بصراحة حارة تاني، هل أقدر أشرح هذا الفصل أبدأ؟ لأن إحنا بهاي المواضيع شوية يعني محددين ومقيدين، فقلت أشرحها ولا. وبعدها يعني صفنت انه مادة علمية وهاي لازم انتوا تستقبلوها، لان اتذكر احنا لما كنا صف ثالث فما حد يقدر يشرح لنا اياها، لان الاستاذ يخجل والمدرسة تخجل وما حد يقدر يشرحها. زين، فبخاصة هيك مواضيع كل شيء نشرح، هي هذا الموضوع حالة حال موضوع القلب، حالة حال موضوع الرئة، حالة حال موضوع الجهاز الإخراج، حالة حال أي موضوع أنت درسته حاليا من الفصل الأول لحد الفصل السابع، حالة حال أي موضوع. هذا الموضوع بس شوية إحنا حساسين من عنده، وإنما هو حالة حال أي موضوع. هذا موضوع علم أنت لازم تستقبله، وأنت لازم تحبه، وأنت لازم تفهمه. زين، لأن مو بس بالنسبة للبنت، بالنسبة للولد همينة أيضا، أكو شغلات احنا ما نفهمها بأجسامنا، أكو شغلات قاعدة تصير واحنا ما نفهم ان هي ليش قاعدة تصير. زين، واذا تلاحظون هم ما حطوا هذا الفصل قبل مثلا صف ثاني صف اول، لا حطوا هاي السنة، لان هذا الفصل بالنسبة يمثل مرحلة انتقالية من فترة الى فترة ثانية. فالعقل هسه عندكم نضج ما شاء الله، هسه يمكن واحد من عندكم خطط الشعارب، يمكن هسه تلقى شوية مش كم شعراية بالنسبة للرجال. وبالنسبة للمرأة فأكيد أكو حالة يعني اللي هو التغير الأنثوي. زين، فبالنسبة لهاي الأشياء يعني هذا فشي معين، هذا فشي موضوع مهم، ولازم أنتوا كلكم تستقبلوه، وأنتوا لازم كلكم تعرفون شنو أنت جسمك قاعد تشتغل عليه. زين، فهو تفكر، تفكر بعد ماكو يعني هذا الموضوع له علاقة خجل ومخجل، موضوع تفكر، أتمنى هذا تفهموه. أكو هاي من هذه الشغلات، بس ذاكر أسامي، بس ذاكر فشي، بس هاي ملاحظة قبل همنا من عندي، ذاكرا بس الاسم بس ما قايل له هي شنية، فأنا هم ما راح أتطرق لها إنه هاي شنية، هاي شنو هو، شنو وظيفته، ما حنتطرق لها حسب ما هو مطلوب الكتاب وبس. لأن أنتوا عندكم همنا بصف سادس راح تاخذون هذا الموضوع شوية، راح يكون أكثر أدق بأكثر تفاصيل. فإذا إن شاء الله تكملون أنتو وتنجحون صف رابع وخامس، وإذا يعني اتخذتوا الموضوع اللي هو اللي يعني تنجحون هاي السنة وتختارون، أتوقع هسه صار في شيء صح ولا بالعلمي تطبيق وأحياء، يبقى ماكو في الشيء علمي، إحنا كان لنا بس علمي وتروح، هسه تطبيق وأحياء. فبالنسبة للأحياء فراح يشوفون ان شاء الله صف سادس، اتمنى هذا الشيء. زين، مقدمة. لقد وهب الله سبحانه وتعالى عطائك التكاثر لكائنات الحية ومنها الإنسان ليكسر بقاءها واستمرارها بالوجود. فلكل كائن مهم استمر في الحياة نتيجة واحدة وهي الهرم والموت. زين، وإذا تفحصنا جميع المخلوقات كنباتات حيوانات على اختلاف أنواعها ودرجة تعقد أجسامها، أيقنا أن لها فترة زمنية في الحياة تقضية، ثم راح تتكون كائنات أخرى لغرض الاستمرار وحماية النوع من الانقراض.
يعني كل هذا الجمل هسه اللي هو انه الناس، العفو، الكائنات هاي الحية اللي مثلا هو شبه بالنباتات والحيوانات، فهي تتكاثر على مود شنو هو؟ عدم الانقراض، زين، الحماية من الانقراض. لما تستمر هذا النوع وممنوع الانقراض، ما ينقرض هذا الشيء. إذا التكاثر هو الوسيلة الوحيدة التي تضمن استمرار الحياة على سطح الأرض، فالتكاثر هو الشغلة الوحيدة اللي تضمن هاي السلالة. زين، ما قاعد نحكي عن هسه على الإنسان، قاعد نحكي مثلا على حيوان. أو حيوانات هسه حاليا مهددة بالانقراض، زين، تكون مثلا أسد، الأسد، بس مو الأسد البري اللي هو يكون الأسد الغابة، أكو أسد لونه يكون أبيض، أو النمر الأبيض يصحوله، أو الأسد الأبيض، هذولي تكونون مهجنات ونوعا نادر وقليلات. فلذلك قاعد يحاولون إنه شو يسوون؟ يسوون عملية تزاوج بين نوع ونوع على مود ينتجون هذا النوع، على مود يمنعون من شنو؟ من انقراضه، زين، من هذا سطح الأرض، من هاي الأرض. فبالنسبة لهذا الموضوع يعني مو بس ترى بالنسبة للإنسان، أنا قاعد أشخص على حيوان، حيوان قاعد الإنسان قاعد يدخل بهذا المشروع على مود يمنع عملية شنو؟ يمنع إنه انقراض هذا الحيوان الكائن الحي، واللي هو طبعا مثلا النمر الأسود أو الأسد، عفوا، النمر الأبيض أو الأسد الأبيض، هذا نوع نادر وحلو. زين، لقد حب الله سبحانه، لقد حب الله الإنسان بنعمة العقل، حبا معناته الضبط، هنا مو حبا، العفو، هوى. لقد هب الله سبحانه وتعالى الإنسان بنعمة العقل والتفكير، هذا اللي يميز هسه هنا حاليا، لأن الحيوانات تتكاثر والإنسان يتكاثر، بس اللي يميز الإنسان عن الحيوان هو بالعقل، هذا يقدر يتفكر، هذا ما يقدر يتفكر. وفضل على جميع المخلوقات، ولا بد من استمرار بالبقاء والوجود. لذلك وضع الله بجسمه جهازا خاصا للتكاثر، راح يسمى الجهاز التناسلي، مثل ما رب العالمين اطلع الحيوانات جهاز التناسل على مود يمنع انقراضها، اطلع للانسان جهاز التناسلي على مود يمنع الانسان من انقراضه. زين، كل واحد يعني يحلم بهذا اليوم، واتوقع انه تيجي الابن، والابن يجيب ابن، وتبقى الاسم الجد لحد الان يكون موجود. زين، فعندنا عوائل هيك عايشة أصلا على هذا الموضوع. المهم، الجهاز التناسل الذكري، لما نحكي على جهاز التناسل الذكري عندي ميل ريبرودكتيف سيستم، هذا بالنسبة للشكل، شكل 5 أطوان جهاز التناسل الذكري. زين، هنا طبعا نروح احنا وين على شرح. يتكون جهاز التناسل الذكري من عدة أجزاء، وظيفتها أن تكوين النطف أو الحيامن، بالإضافة لأجزاء أخرى مساعد وظيفتها نقل النطف إلى أجسام الأنثى لإتمام عملية الخصب إخصاب البيضة. الجهاز التناسلي الذكري وظيفته هو تكوين النطف. زين، هذا بالنسبة لجهاز التناسل الذكري. وكو أجزاء إضافية تنقل النطف من جسم الأنثى لتقوم عملية إخصاب البيضة. لما نحكي هسه إحنا حاليا لما نحكي على أقسام الجهاز التناسلي الذكري عند الإنسان، أريدكم تروحون على الصفحة اللي قبلها، صفحة 125، وشوفوا لي عندي رقم 1 الخصيتان تستس. تذكرون لما انا شرحنا القلب؟ اريدكم هم نفس الشيء، انا اشرح، انتم تروحون على الصفحه اللي قبلها وتشوفون. زين، هسه احنا قاعد نشرح الخصيتان، تشوفون على اذا انتم قاعد تتابعون على اللابتوب، او قاعد تتابعون على الكمبيوتر، او قاعد تتابعون على الموبايل. زين، فبقوا تتابعوني وقلبوا الصفحه على الصفحه 125. فللانسان زوجه من الخصا. زين، الإنسان عنده خصيتان، هما غدتان بيضاويتان. للإنسان هنا، الإنسان هو ما حدد ذكر أم أنثى، بس هنا ما قاعد نحكي للإنسان اللي هو الذكر. الذكر عنده خصيتين، الخصيتين هذين شنو؟ يكون غدتان، غدتين بيضاويتا، شكل بيضاويتا يعني على شكل بيضة. زين، مو بيضاء اللون، لا، بيضاويتا الشكل، الشكل مالته يكون على شكل بيضة، منفصلتان عن بعضهما. أتوقع بصورة أنتم قاعد تشوفوها أنهن منفصلتان عن بعضهما، موجودتان في كيس جلدي رقيق إلى خارج الجسم، يسمى هذا الكيس كيس الصفن. زين، إحنا لما نحكي على كيس الصفن موجودة عندكم بالتأشيرة،
فلما نحكي على كيس الصفر، هذا الكيس اللي هو قاعد يحمي هاي الخصيتين اللي هو هذين الغدتين، زين، اللي هن يكونن خارج جسم الجسم، خارج الجسم، زين، ما يكونوا ويا جهاز ما يكونوا داخل جسم الإنسان، لا، يكون خارج جسم الإنسان، وهذين خارج جسم الإنسان يحطوا يحيطهم دار مدارهم فشيش سحولة سحولة كيس الصفن. زين، تقوم الخصيتان بإنتاج الخلايا التناسلية الذكرية. زين، الخصيتين شنو وظيفتها؟ وظيفة هي مثل ما قلنا إنه أنا عندي وظيفة الجهاز التناسلي الذكري هو إنتاج النطف. زين، منو ينتج النطف؟ الخصيتان هي اللي تقوم بعملية إنتاج النطف، أو يسموها الحيامل أو السبيرمات. السبيرمات أو السبيرم هي بالإنجليزي، إحنا لما نحكي النطف بالعربي النطف. هي خلايا حاوية على نصف العدد الأصلي من الكروموسومات التي تحدد لاحقا مع الخلايا الأنثوية لتكوين البيضة المخصبة التي تحوي العدد الكامل من الكروموسومات. إحنا هنا بس شوية هيك مداخلة صغيرة بس على مود نفهم احنا ايش قاعد نشرح. زين، عندنا شنو قصده بنصف العدد الاصلي؟ شنو ها شنو ايش قاعد يحكي هذا؟ اقول لكم هاي انا عندي، زين، هاي راح اسميها اني بيضة. دقيقة، هاي انا عندي بيضة، بيضة، وهاي البيضة تكون شبيهة مخصبة. زين، هنا البيضة المخصبة لما نحكي، لان هنا هو قال لكم كروموسومات، كلمة كروموسومات، فانا راح اقول لكم انه عدد الكروموسومات بالبيضة المخصبة اللي هو شنو الانسان اللي هو انتج لي على مود اني، الانسان اللي انتج لي اللي هو اني هسه حاليا، ايش قد انا عندي؟ عندي 46 كروموسوم. هاي صار 6، ايش قد قلنا؟ 46 شنو كروموسوم. هذا الانسان الطبيعي، الانسان الطبيعي، انت هسه حاليا قاعد تشوفوني، انا عندي 46 كروموسوم، زين، اللي هي تكون بالبيضه المخصبه. زين، 46 كروموسوم هذول من وين جايين؟ شنو هذول ال 46 كروموسوم؟ هسه راح ندخل هنا، فعلى مود اعرف احنا من وين جاي 46 كروموسوم، راح اسوي هيجي هاي، زين، وراح احط كل واحدة لون. هنا أنا أدي لون، وهنا أنا راح يكون أنا أدي لون. زين، لما نحكي على هذا اللون، هذا اللون راح أعطيه رمزه المن إلى الذكر. زين، هذا شنو ذكر؟ هذا هي إشارة الذكر. فالذكر، زين، عنده جيت 23 كروموسوم. هاي بالنسبة لمن؟ بالنسبة لشنو؟ بالنسبة لل شنو؟ للنطفة. واضح؟ فهنا أنا شو يقول لي؟ يقول لي انه هاي، مو قلنا انه احنا عندي النطف؟ زين، النطف شبيه شو يقول لي؟ يقول لي انه هي خلايا حاوية على نصف العدد الأصلي من الكروموسومات. فهسه عرفت إنه هي ليش حاوية على نصف العدد، نصف العدد الأصلي من الكروموسومات. شو معناته؟ العدد الأصلي من الكروموسومات ايش قد؟ 46. العدد نصف العدد من الكروموسومات اللي هو 23، اللي يعني 46 نصفها ايش قد؟ 23. فهنا أنا عندي النطفة بيها ايش قد؟ 23 كروموسوم، زين، التي تتحد لاحقا مع الخلايا الانثويه لتكون البيضه المخصبه، والبيضه المخصبه التي تحتوي على العدد الكامل من الكروموسومات. فهسه انا قلت لكم هذا. زين، هسه انا عندي عرفنا النطفه. زين، لما نحكي على من وين؟ نحكي على البيضه. البيضه جاي من وين؟ جاي من الانثى. هذا رمز الانثى.
الأنثى ايش قد بيها؟ بيها 23 أيضا كروموسوم، تمام لهنا. هسه لما نتحد هذا ويا هذا، لما تتحد النطفة ويا البيضة، راح شو يعطيني؟ راح يعطيني فشي سحل البيضة المخصبة، واللي هي تحتوي على العدد الكامل من الكروموسومات، اللي هو أني وأنت وشنو؟ وأنت هسه حاليا اللي قاعد تشوفوني، هو أنتو حاويين على العدد الكامل من الكروموسومات، واللي هو 46 كروموسوم، وهذا هو العدد الطبيعي. هسه عرفتوا شو معنى نصف العدد الأصلي؟ أتمنى هاي وضحت وصارت حلوة وفهمتوها. زين، شو يقول لي؟ يقول لي كما تقوم هاتان شنو؟ يقول لي كما تقوم هاتان الغدتان، اللي هن شنو؟ الخصيتان، زين، اللي هم غدتان، بإفراز. إيش تفرز لهذني؟ يفرزن لي هرمونات ذكرية تتحكم بصفات الرجل، مثل إيش؟ مثل كثافة الشعر على الجسم والوجه وخشونة الصوت. زين، عندي تمرن وطف، هاي تفرز لي شغلات أخرى اللي هي تتحكم بهاي الشغلات، تفرز لي هرمونات ذكرية تتحكم لي بهذين الشغلات. زين، عندي تمرن وطف بعد تكوينها في الخصيتين. زين، عندي هسه احنا عرفنا انه الخصيتان تكون للنطف. زين، هذين النطف وين راح تروح بعدين؟ زين، بعد تكوينها، بعد ما انولدت، وين راح يروحن؟ يطلع من الخصيتين ويروحن الى اقنية رفيعة اللي هي النبيبات المنوية، ومنها الى انبوب واسع يسمى الوعاء الناقل. زين، فانا عندي شنو؟ النطف هاي راح تمر، اول شيء طلعت النطفة، وين راح تروح؟ يعني تمشي بالخصيتين، بعد التكوين بالخصيتين راح اما تروح الى اقنية رفيعة، هاي تروح فشي صحة للنبيبات المنوية، بعدين تروح الى شنو؟ الى هذا السهم الثاني، معناتها الى هاي الشغلة الثانية، الى هذا هنا راح احطه، الى شنو؟ الى انبوب واسع، شو يسمى؟ يسمى بالوعاء الناقل. زين، هسه راح نجي نحكي على الوعاء الناقل. زين، عرفنا هسه القسم الاول من الجهاز التناسلي الذكري هو الخصيتان، شرحنا عن الخصيتان. لما نحكي هسه على الاوعيه الناقله، شنو هاي الاوعيه الناقله؟ وعاء ناقلان يقومان ب شو يسوي؟ جلب النطف من كل خصيه. بعدكم وين؟ بالصورة راح يشوفون وعاء ناقلا. هنالك مناطق كثيرة الالتواء فيها راح يسموه لي البربخ. البربخ ما موجود، لا تخافون، هسه فد شوية اشوف لكم اياه. يفتح الوعاءان الناقلان على جانبي الاحليل. الوعاءان الناقلان وين راح يفتحان؟ يفتحان على جانبي الاحليل. زين، الاحليل شنو هو الاحليل؟ الاحليل له فتحة للخارج ضمن العضو التناسلي الذكري في الانسان. الإحليل بعد ما ينقل النطاف، زين، عن طريق النبوبات المنوية، وبعدين راح يروح إلى الوعاء الناقل. من الوعاء الناقل راح يعطيها علما للإحليل. الإحليل شو يسوي الإحليل؟ الإحليل هو اللي هو يقذفهم للخارج. زين، اللي هو تكون آخر شنو؟ منفذ بالنسبة لشنو؟ للنطاف، آخر مخرج لهم. زين، خلي بس هيجي ك كيورد بالانجليزي معناتها يعني مفاتيح. زين، اخر مخرج، فعلى متفهمون انه الاحليل هو راح يكون اخر مخرج ضمن العضو التناسلي الذكري في الانسان. اتمنى هاي لحد الان احنا شنو افتهمناها، واتمنى سجلت المعلومات. زين، عند الحواس سلطان المنويتان اللي هو عندي يكون العضو الثالث. لما نحكي عن الحويصلتان المنويتان هن شنو؟ بالنسبة للحويصلتان المنويتان موجود هنا تقدرون تشوفوها شو اسمه؟ بالصورة. هن مستودعان صغيران. شنو هن؟ هن مستودع. شنو معنات مستودع؟ بالنسبة مستودع معناته خزن. بعدني كل شيء مقاري غير بس مستودع. مستودع معناته خزن. فهما مستودعان، لأن أنا عندي شنو؟ حويصلتين، لأن أنا عندي خصيتان، فلذلك أنا عندي حويصلتان، فأنا عندي أسميهم مستودعان صغيران. وين يقعان؟
وين موقعهم؟ راح تقدرون تشوفون بالصورة. شو يقول لي؟ يقول لي نهاية كل وعاء ناقل بالقرب من قاعدة المثانة. ويقعان بالقرب من وين؟ من قاعدة المثانة. شنو وظيفتهما؟ وظيفتهما هي حفظ الخلايا التناسلية الذكرية بعد اكتمال نضجها. لما نحكي على الخلايا التناسلية قصده بالنقص. فوظيفة الحويصلتان المنويتان هي شنو؟ هي حفظ النطف زين بعد اكتمال نضجها. زين لما نحكي هسه على حاليا الغدد الملحقة بالجهاز، شنو اللي هي، شو معنى الغدد الملحقة بالجهاز؟ هسه راح نشوف. يقول لي ترتبط بالجهاز التناسلي الذكري 3 غدد تقوم بإفراز سوائل مختلفة تعمل على المحافظة على حيوية ونشاط النطف. وهاي الغدد هي، أنا عندي أكو غدد 3 غدد، هذول الغدد شو يعملن؟ يعملن على إنه يفرزن سوائل. هاي على مود شو يسوي لي؟ على مود يفرز سوائل. ليش؟ على مود يحافظ علما على حيوية ونشاط النطف. زين شنو هاي الأنواع الغدد؟ شنو هذا الغدد؟ أول وحدة هو شنو ما كيس سامعية، غدة البروستات. أول غدة هي شنو هي؟ غدة البروستات. زين شنو هاي الغدة؟ راح أشوفه غدة البروستات هي غدة تقع عند قاعدة المثانة من الأسفل وتحيط بها. غدة وين تقع؟ بقاعدة المثانة من الأسفل. زين بعدين شنو عندي غدة؟ عرفنا هسه غدة البروستات، نجي على غدة كوبر. زين والنوع الثالث عندي شنو؟ وغدتها كبر، هذان 3 أنواع، هنا 3. زين هنا شو يقول لي؟ يقول لي سن البلوغ عند الذكر، عند يبلغ ذكر الإنسان في عمر إيش قد؟ 15 سنة. وهذا يعني شو معناته سن البلوغ؟ سن البلوغ معناته إنه الجسم هسه بدأ حاليا الاستعداد والتهيؤ على تكوين النطف، ورا هذا راح يرافق ذلك بالتغيرات. هاي التغيرات شنو هي؟ مثل إيش؟ مثل تظهر الشوارب. الشوارب مو قصدي يعني بالجوارب، لا لا، الشوارب هي هاي الشوارب واللحية، ويش الصوت يخشن. مثلا كان هسه صار لا، قام الصوت خشن عنده، واضح يلاحظ انه اكو فرق بنبرة الصوت. بالنسبة للشوارب، الشوارب تبدي عادة، احنا الشباب رأسة اول ما تبدي الشوارب تطلع شوية زين، والأكبر من عندنا يضحكون علينا. المهم هذا الجهاز التناسلي الذاكرة، هذا شكله قلنا. هسه راح نعرف عندي هاي الخصية، هذا شنو هاي؟ هسه هاي شنو هاي؟ هاي الخصية. زين أريد أعرف الكيس الصفن شنو هو؟ بالنسبة لكيس الصفن فهو الكيس اللي هو حايط هذا الشنو، هاي الخصية يصوحوا له بكيس الصفن. زين هاي بالنسبة للقناة الناقلة، ماكو داعي أشرحها. زين عندي هذا الحالب، بالنسبة للمخرج عندي هاي المثانة. بالنسبة للمخرج زين هاي المثانة، هاي المثانة لأن هي تابعة للمخرج اللي هو الفصل السابع اللي احنا شرحناه. عندي الحالب، هاي عندي الحالب يعني هذا، أنا مبين شوية، هذا هو الحالب. زين عندي هذا، أهم شيء أنا عندي هاي اللي هي الحويصلة المنوية. وشو عرفنا شنو فائدة الحويصلة المنوية؟ زين عندي حويصلتان منويتان، عندي الحليل وعرفنا شو معناته الحليل. هذا هنا عندي راح يكون الحليل. عندي غدة البروستات وعرفنا شنو هي غدة البروستات اللي دي تكون عند قاعدة شنو المثانة وتحيط بها. زين بقالي من هو؟ بقالي البربر، بقال البربخ. قلت لكم هسه راح اشوفكم البربخ. البربخ هو هذن، مو اكو هنا بالداخل
نعتبر هاي الخاصية. داخل الخاصية شو كان أنا عندي؟ يكون عندي هيج عدة مثل أنابيب، وتكون هيج مشعبة هاي صاح لها بالبربخ اللي هي هاي، بس هنا بالداخل، بس هنا ما بينه كلش. هاي صاح لها بالبربخ، واضح نظرا لكثرة تشعبها. أتمنى هسه لحد الآن الموضوع مفهوم وماشو حلو. زين، الجهاز التناسلي الأنثوي. لما نحكي عن الجهاز التناسلي الأنثوي، وظيفة الجهاز التناسلي الأنثوي راح تنحصر بتكوين البيضة وتوفير المكان المناسب لها للأخصاب والنمو لتكوين الجنين، ومن ثم عندي الولادة. وهذا الجهاز يتكون من عندي رقم 1 مبيض، 2 قناة البيضة وقناة فالو، و3 عندي الرحم. هذني هن بالنسبة للأجهزة التابعة للجهاز التناسلي الأنثوي. زين، لما نجي على وظيفة، عرفنا الجهاز التناسلي الذكري. زين، لما نجي وظيفة الجهاز التناسلي الأنثوي شنو هي؟ تكوين البيض، وتكوين تكوين تكون البيوض أو البيض، وش تسوي لي؟ توفر المكان المناسب لها المن للأخصاب والنمو لتكوين الجنين، ومن ثم الولادة. فهي عندها وظيفتين أساسيات، خلينا نقول اللي هي الوظيفة الأولى تكون للبيض، 2 توفر المكان المناسب للأخصاب، وبعد شو تسوي؟ توفر النمو على مود تكون للجنين، وآخر شيء زين شو تسوي؟ الولادة. هذا الجهاز يتكون من الآتي: رقم 1 عندي المبيضان. لما نحكي على المبيضان، فمثل ما حكينا احنا على شنو، لما حكينا على الخصيتان، انا عندي مبيضان. زين، شنو هذا المبيضان؟ المبيضان هذا هو مبيض، هذا هو مبيض. شنو هذا المبيضان؟ المبيضان هي غدتين بيضاويتان شكل مثل ما قاعد تشوفون، نفس الشيء من الغدتان، توجدان وين؟ بالجزء الأسفل من الجوف الجسمي على جانبي الرحم. توجد بالجزء الأسفل من الجوف الجسمي، يعني بالجسم، شنو؟ بالأسفل من الأسفل، توجد على جانبي الرحم، موقعها هنا على جانبي الرحم. بالنسبة للرحم مثل ما قاعد تشوفون، هذا الرحم هاي جانبي، فتقع على جانبي. زين، وين توجد؟ بالنسبة للجسم، توجدان بالجزء الأسفل من الجوف الجسمي. زين، المبيض الواحد منها هو المسؤول، كل وحدة مسؤولة عن إنتاج البيوض عن إنتاج البيوض والهرمونات الخاصة بالصفات الأنثوية للمرأة. عندنا كان الخصية هي المسؤولة عن إنتاج الصفات الأنثوية الذكرية المن للرجل. ولما نحكي على البيض، المبيضان فهما المسؤولان عن ينتجوا لي البيوض وينتجوا لي هرمونات. هاي الهرمونات خاصة بس للأنثى. زين، عندي قناتي البيض. لما نحكي على قناتي البيض، قناتي البيض، فلما نحكي على قناتي البيض شنو هن هذني قناتي البيض؟ قناتي البيض أو قناتي فالوب نسبة لمكتشفها، مكتشفها فالوب، مكتشفها فالوب، لذلك سميت بقناة فالوب. وين موقعها؟ أول شيء بالنسبة، هذه هي قناة فالوب. زين، هاي يكون عندي قناة فالوب. وين تقع؟ تقع فوق كل مبيض مثل ما قاعد تشوفون. وين تقع؟ تقع فوق كل مبيض. من وين؟ من الأعلى، من الأعلى، من الأعلى، فتحتان قمعيتان شكل تشكلان جزء من قناة البيض، تقعان على جانبي الرحم، تفتحان الناحيتين العليا اليمنى واليسرى للرحم. قناة البيض وقناة فالوب، عادة احنا ماشيين على فالوب، شيخ فالوب هو اللي اكتشفها، قلنا عليها قناة فالوب. قناة فالوب وين تقع؟ قلنا عرفنا، فوق المبيض.
زين، وعندي فتحتين تقع فوق كل مبيض من الأعلى، عندي فتحتين قمعيتا الشكل مثل ما قاعد تشوفون، قمعيتا الشكل راح يشكلان جزء من قناة شنو البيض. هذا شوف القمع، وراح يشكل لي جزء من قناة البيض، واضح؟ هاي وين تقعان؟ تقعان على جانبي الرحم، وتفتحها من الناحيتين العليا واليمنى، العليا اليمنى واليسرى المن للرحم. فأنا عندي هاي باء غير اللون. هذا شنو هذا؟ مو هنا أنا عندي البيض، البيض لما يتكون راح ينطلق من هنا ويجي هنا، هنا راح تبدأ عملية اللي هي الإخصاب بقناة فالوب. فهنا هي راح تتم، بس هنا أنا عندي البيض شلون راح يوصل هنا؟ يوصل من هاي القناة، زين، واللي هي كلها سموها قناة فالوب. زين، الرحم شنو هو الرحم؟ لما نحكي على الرحم، الرحم هو عضو عضلي. هذا الرحم، هذا كله هو الرحم. بالنسبة للرحم، عضو عضلي كمثرى الشكل مثل ما قاعد تشوفون، شكله مثل كمثرى، شكله مثل مثلث، مثل ما تريدون سموه. عضو عضلي، عضلة، يكون كمثرى الشكل، قاعدة مغلقة من الأعلى. هنا قاعد تشوفون إنه قاعدته شو تكون من الأسفل، شو تكون مغلقة. العفو، أنا ماشي بالمقلوب، قاعدته مغلقة من الأعلى، من الأعلى قاعد تشوفون هنا أكو شيء، كل شيء ماكو، مسدودة. ومن الأسفل أنا عندي شنو؟ ومن الأسفل يكون مفتوح، نهاية مفتوحة من الأسفل، مفتوح من وين؟ راح أحط سهم، هذا يدل على أنه من الأسفل. ومغلقة من وين؟ من وين؟ مغلقة من الأعلى. زين، وهي متصلة بقناة المهبل، متصلة بشنو؟ بقناة المهبل، متصلة بيش؟ بقناة المهبل. المهبل هو هذا المهبل، فالتي تفتح للخارج، يعني قناة الرحم مو قلنا من الأسفل هي مفتوحة للخارج، ومفتوحة للخارج بشنو؟ قناة المهبل التي تفتح للخارج بالفتحة التناسلية الأنثوية. المهبل آخر شيء يفتح، شيء يكمل لي، يكمل لي، خلنا نعتبر أن هذا هو المهبل. فآخر شيء يفتح لي بشنو؟ يفتح لي بشيء، هذا سهم طبعا، أنا بس قاعد أكتب هنا أنه فتحة، الفتحة التناسلية الأنثوية. آخر شيء يفتح لي بشنو؟ الفتحة التناسلية، ما راح أكتب هنا بالفتحة التناسلية الأنثوية، واضح؟ أتمنى هاي لحد الآن إحنا همينا افتهمناه. زين، نجي هسه نشوف عندي سن بلوغ الأنثى، شو وقت تبلغ شو وقت تبلغ الأنثى؟ الأنثى إذا وصلت العمر بين 12 ل 14 سنة من العمر، راح المبايض، وعرفنا همنا شو معنات البلوغ، شو معنات كلمة البلوغ بالذكر، فهنا همنا أنا عندي وعرفنا. بالنسبة للأنثى همنا عندي كلمة البلوغ نفس الشيء، شو معنات عندي البلوغ بالأنثى؟ فهمنا عندها الاستطاعة الآن للتهيئة الجسدية على إنتاج البيض. زين، ويرافق ذلك عدة عادة تغيرات جسمية واضحة على جسم الأنثى، عندي كالدورة الشهرية أو يسموها بالطنف، والتي تعني أن البيوض الغير مخصبة تسقط بعد مرور حوالي 4 أسابيع، وما يرافق ذلك من النزف الدموي هو في الواقع تجديد المن لجدار الرحم، ويستمر أنا عندي يستمر ما بين 4 إلى 7 أيام. زين، هنا أنا يرافق عندها تغيرات جسمية، وهي التغيرات الجسمية راح يصير أنا عندي شنو، استغفر الله، بس أقول عندي راح يصير عندها، يصير هذا بالنسبة لما قاعد نحكي هسه بس على أنثى. فلما شو يصير عندها؟ يرافق ويا تغيرات جسمية، ويصير عندها هنا اللي يميز الرجل عن المرأة بهاي الشغلة، بس إنه يصير عندها شنو، دورة شهرية اللي هي الطنف، والتي تعني أن البيوض الغير مخصبة راح تسقط، وهاي السقوط وياها زين كل الدورة تستمر إلى 4 أسابيع. زين،
وعندي اللي رافق ذلك من النسبة الدموية هو اللي عندي جدار الرحم أو البطانة تتجدد زين، وتستمر هاي 4 إلى 7 أيام تعتمد، وتستمر الدورة الشهرية عندي تستمر الدورة الشهرية لدى المرأة لحد سن 45، 45 بين 50، 45 و50 هي اللي هو احنا نصح له سن اليأس. زين شو معنى سن اليأس؟ معناتها المرأة بعد غير قادرة على إنتاج البيض. زين عادة وانقطاعها يعني عدم تكوين البيض في الجسم، وتقدر عدد البيوض التي ينتجها جسم المرأة الواحدة بكل حياتها بحوالي 400 بيضة. زين عندي مثلا هنا الجهاز التناسلي الأنثوي، مظهر جانبي، الرحم ووضع الجنين فيه. هنا كل هذا الاطلاع بالنسبة لهذا الألف اللي هو مظهر جانبي بالنسبة للجهاز التناسلي الأنثوي. زين هذا هنا مثل ما قاعد تشوفون عندي هنا مثل ما قاعد تشوفون هذا بالنسبة لهذا المهبل. هنا أنا عندي المثانة، هنا هاي مثل ما قاعد تشوفون شوف الشكل مالتها المبيض. هنا أنا عندي شنو قاعد تشوفون عندي هذا الرحم هذا، وبالنسبة لقناة فالوب قاعد تشوفون صدق ما كبرته بس هو كبر بس مزين. شوف وضعيته ما اكثر قاعد تشوفون هنا هاي هي شنو هذا المبيض. زين هذا الرحم، وهنا قلنا المهبل، هنا انا عندي راح يكون بالنسبة للرحم عندي هاي قناة فالوب. زين هاي هي المثانة. زين عندي هنا يوضح لي انه الرحم ويا بطفل موضع الجنين. هنا عندي جنين عمره 7 أسابيع، ثم قاعد تشوفون هذا جنين عمره 7 أسابيع. زين زين انا عندي هنا خلصنا من الجهاز التناسلي الانثوي، نجي على الصفات الجنسية الثانوية. لما نحكي على الصفات الجنسية الثانوية شو معناتها؟ يقول لك المسؤول تعمل تحد انه حدد الفروقات بالصفات الجنسية الثانوية بين ما بين الرجل والانثى، اللي هي اول شيء راسا نقول الصوت، اثنين خارجيا الشعر. زين هاي بالنسبة للرجل الصوت يكون اخشى من الانثى، طبعا اذا الانثى ناعمة تكون تحس بها انه هي انثى وتحس انه هي تحس انه هي حاملة الصفات الانثوية فراح يكون صوتها ناعم، اما اذا هي ما شاء الله مسترجلة فحس بها صوتها خشن. اما الصوت زين عادة يكون خشن بالانثى غير بس الشباب المايعين. زين لما نحكي على كثافة الشعر، الكثافة الشعر لما نحكي عليها فاللي يكون الشعر بالنسبة للذكر اكثر من الانثى. الغدد اللبنية، الغدد اللبنية وشرحنا عنها بالغدد اللبنية زين، تذكرون بالفصل السابع شرحنا عن الغدد اللبنية. عندي وقلت لكم انه هي موجودة بالذكر وبالانثى غير بس انه الذكر شبيهة مسدودة، اما بالنسبة للانثى تكون مفتوحة، فلذلك يصير انا عندي لبن في الانثى بس بالذكر لا يوجد. زين تنمو بشكل واضح، زين قلت لكم انه هي عمالة تكون ضامرة يعني مختفية ما موجودة فلات تكون، على عكس الأنثى، الأنثى تكون باينة وبارزة. فعندي تنمو بشكل واضح لدى الأنثى وتكون عاملة، زين تكون شغالة يعني مو عاملة يعني قاعد تشتغل عاملة نظافة مثلا، لا يعني شغال. أما لدى الذكر فتكون ضامرة وما تشتغل. الدورة الشهرية، شنو هي الدورة الشهرية؟ الدورة الشهرية هي المدة الواقعة بين نزول البيضة من مبيض المرأة وحتى نزول بيضة جديدة أخرى،
وقد تقدر المدة هاي مالتها 30 يوم أو 28 يوم. زين 28 30 يوم هاي ماكسيموم. الدورة الشهرية المدة شو معناته الدورة الشهرية؟ لما نحكي على الدورة الشهرية فهي المدة اللي هي بين نزول البيضة، شو كيف تنزل البيضة من مبيض المرأة وحتى نزول البيضة الأخرى. زين يعني أنا عندي نزلت بيضة كل شهر، هو تنزل بيضة، فنزلت البيضة هذا الشهر، الشهر الجاي يلا تنزل البيضة الجاية. زين بنفس الوقت بنفس التاريخ بنفس اليوم. زين فالمدة تكون 28 إلى 30 يوم هي مدة الحيض أو مدة مدة كليتها. زين هاي الدورة الشهرية المرأة تظهر الأيام التي يحتمل حصول الإخصاب فيها. هنا أنا قاعد يقول لي مثلا أنا عندي بأيام الطمث، فعرفنا أيام الطمث شو معناتها اللي هي النزف. هنا أنا أقول 1 2 3 4 5 بالنسبة هاي اللي كليتها 28، وبالنسبة للإخصاب يكون عندي 11 12 13 14 15 16. زين هذا بالنسبة للأيام، ما راح نتطرق لها هواية بس هذا كافي. الإخصاب والحمل وتحديد النسل، لما نحكي على الإخصاب فأنا لازم أعرف شو معنات الإخصاب. أكو مصطلحين، عندي إخصاب وعندي تلقيح. التلقيح شنو هو؟ التلقيح عندي الخلايا التناسلية الذكرية قاعدة تنتقل من جسم الذكر إلى جسم الأنثى، هذا صار حالة بالتلقيح. زين زين والإخصاب بعد شنو؟ الإخصاب هو اندماج الخليتين الذكريتين، الخليتين الذكرية والأنثوية، عمود الكون للبيضة المخصبة والتي تحتوي على العدد الكامل من الكروموسومات اللي جاء نصفها من الذكر والنصف الآخر من الأنثى، وهذا شرحته. بس عرفوا لي أن الإخصاب هو اندماج الخليتين الذكرية والأنثوية على مود يكون لي البيضة. شو يكون لي؟ يكون لي البيضة المخصبة. أتوقع هسه هاي اللي هنا مفهومة صح؟ لحد الآن هاي عندي بيضة ونطفة الإنسان، هاي بالنسبة لشكل البيضة وهذا هو شكل النطفة. طبعا أتوقع هذا رسم. زين أنا عندي هنا سيتوبلازم، عندي الغشاء الخارجي، عندي النواية هاي، وعندي النواة. هاي نواة هاي نواية، لأن النواة داخلها النواية. زين بالنسبة للنطفة، لما نحكي على النطفة أنا عندي الرأس، عندي العنق، وعندي القطعة الوسطية اللي هي هاي القطعة الوسطية بالنسبة، هذا العنق، هذا العنق، وعندي اللي هو الذيل أو الذنب. زين هذا هو غرض الحركة، على مود يتحرك على مود يوصل المن للبيضة. زين أتوقع هاي همينة اللي هنا افتهمناها شنو الإخصاب والحمل، شنو الفرق بيناتهم. نجي الحمل، الحمل انه البيضة المخصبة هاي مثل ما قاعد تشوفون هنا بيضة قاعد تحاول انه تلقح هاي او تخصب هاي منية، تلقح هاي منو؟ البيضة. فعندي نطفة قاعد تلقح هاي البيضة على مود شو تصير بيضة مخصبة. فالحمل البيضة المخصبة راح تعاني عند الحمل، هاي هنا عند الحمل. اما الحمل لما يصير عندي حمل فمعناته انا صارت عندي بيضة مخصبة. على مود انا اكون الجنين، على مود يتكون هذا الجنين، الجنين هنا راح يعاني ها من البيضة، الجنين جاي من هاي البيضة المخصبة، من هاي البيضة المخصبة اللي هو النطفة خصبت هاي الذكر، هاي الذكر شنو؟ النطفة خصبت هاي البيضة اللي هو هذا الشكل. فلما خصبتها كونت لي بيضة مخصبة، الجنين من وين جاي؟ جاي من هاي البيضة المخصبة. البيضة هاي المخصبة راح تعاني من عدة من الانقسامات. وين قلنا لما تتخصب البيضة تتخصب قناة فالوب، لأن البيضة تتحرك من وين؟ من المبيض إلى قناة فالوب منتظرة الفرج، شو وقت راح يجي الواحد يخصبها. لما ما تتخصب توقع. زين فلما تتخصب قناة فالوب راح تتعرض لمن؟ لعدة انقسامات مكونة في النهاية كتلة من الخلايا. هاي الخلايا وين راح تستقر؟ تستقر بالرحم، تلزق بالرحم لحد تبدي تتطور، ويحدث فيها عمليات تمايز عديدة مكونة الجنين. هنا تبدي الانقسامات، تبدي كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء. الآن يكون الجنين ولحين موعد الولادة. زين فأنا عندي بيضة المخصبة تنزل من قناة فالوب وتلزق، تلزق ب شنو؟ جدار الرحم. جدار الرحم هنا شو يسوي؟
يلزمها يقول انت مخصبه خلاص انت عندي ما اريد تروحين باي مكان، اوكي؟ فيبقيها عنده، لما يبقيها عنده يخليها يمه لحد ما هي تكمل القسامات القص ويكمل الجنين ويكمل الجنين من عمره يوم لحد ما يكون عمره ايش قد؟ يكون عمره 9 اشهر اللي هو الفتره اللي هي يكتمل بها نمو الطفل هذا. زين، وبعدها يطلع عن طريق المهبل عن طريق الرحم، يعني خلاص الرحم شو يسوي؟ عند الولاده اللي هو الولاده اثناء عمليه الولاده. زين، ويحدث فيها عمليات زين هنا بالرحم عديدة، مكونات الجنين الذي يرتبط بجهاز الرحم بواسطة الحبل السري. زين، الحبل السري هو منطقة الاتصال بين ما بين الأم والجنين هذا الذي يوفر له الغذاء والأكسجين. لأن هذا الجنين محتاج أنه يتغذى، بيش يتغذى؟ خوان الأم هي تاكل يعني يوصل للجنين الأكل هيج، لا، يوصل عن طريق الحبل السري من هذا الجنين ويربط بالدورة الدموية للأم. الحبل السري هذا يكون مربوط بالدورة الدموية، لأن احنا نعرف أنه الغذاء والأكسجين كله وين موجود؟ الفصل الخامس، صح؟ فالدورة الدموية هنا وهي بتكون الحبل السري هو اللي يغذي هذا الجنين بكل شيء عن طريق الدم من خلال شبكة واسعة من الأوعية الدموية الشارع جدار الرحم، والتي تسمى المشيمة. زين، المشيمة هي اللي راح تكون عندي المنطقة الملتصقة اللي هي بين قوسين صرتك وصرتك، هاي صح عليها منطقة الاتصال واللي هي الحبل السري وياها، فيعطي كل شيء للجنين هذا لحد عندي مثلا هذا جنين عمره 28 يوم، 32، 33، 37، 41، 44، 47، 50، طفل عمره 52 هنا العفو جنين عندي 54، 56 يوم الولادة. هنا الجنين اتجهز وصار عمره 9 اشهر. لما صار عمره 9 اشهر الأم تبدي تحسب آخر أيام الشهر الثامن، الأم تبدي تحسب على مود عملية الولادة. زين، فشو تسوي الام؟ تقول انه اني خلاص هاي بديت الشهر التاسع اليوم الاول اليوم الثاني على مود راح تبدا عمليه الولاده، فتقعد تحسب. زين، فتضع الام وليدها بعد مرور 9 اشهر على الحمل، وعند هذه المده يكون الجنين قد تكامل نموه، الجنين يكون مكتمل نموه واصبح قادرا على من تنفس، رضاعه، سمع، رؤيه، حس، واصبحت هاي اعضاء جسمه قادره على من على العمل بصوره مستقله، لأن الجنين راح يكون متكامل. زين، فراح تتم الولادة. طبعا هاي كلها هاي بداخل الأم، زين، يعني بعد موجود بالرحم. هسه راح تبدي شنو العملية اللي هي الأم راح تحس بتقلصات بطنية شوية ونزول سوائل منها، وهاي هي الأم هنا راح تفتهم إنه هي يا الله طلع الجنين، وروح اركض يا الرجال، روح ودي على المستشفى، روح ما أعرف شنو وين، أو الداية روح حير. ولما يطلع الطفل تبدي الفرحة وتبدي إذا كان عندكم الأب أو البيبية أو الجد، ويفرح بالحفيد ويقعدون يذبحون طري نتيجة لسلامة الأم ونتيجة لولود مولود جديد. فإشارة إلى اقتراب الولادة، وبعدها بفترة زمنية قصرت حصول الولادة وليها قطع الحبل السري. نولد الطفل من قطع الحبل السري اللي هو قلنا الصرة اللي هو يملك الكورد. طبعا بس هنا شنو اسم الصرة بالإنجليزي؟ الصرة هو هي اسمها السرة، بس احنا بالعراق نصيح لها صرة. الصرة شو اسمها؟ اسمها يومبليكال، بس عفوا لي كورد اسمها يومبليكال. لما تقول الحبل السري، زين، الحمد لله ما قلنا الحبل السري، الحبل السري اسمها يومبليكال كورد، بس صورتك شو اسمها؟ صورتك شو اسمها؟ اسمها بالانجليزي يومبليكال. هاي بس يعني بالنسبه لكم يعني معلومه هيك تريدون تاخذوها ما تريدون كيفها. ومن ثم نزول المشيمه، فتحتاج بعدها الام الى فتره من الراحه لاستعاده نشاطها. زين، راح تستعيد نشاطها. وقد وفر
الباري تعالى للطفل غذاء معقم دافئ مكتمل المواد الغذائية اللي كان يمو الرضيع عليه واللي هو حليب الأم. طبعا بعد ما الأم تبدي إنه بعد الولادة وهي أثناء أصلا عملية نمو الجنين تبدي الإفرازات الهرمونية تبدي على مود شي يسوي أكو هرمون خاص بالغدة اللبنية يبدي يفرز على مود هي هذا الغد هذا هاي الوظيفة اللي هي إفراز الحليب لهذا الطفل. فأثناء عملية بعد عملية الولادة يبدي هاي الشيء يبين وإنه تبدي العلامة على إنه هذا الطفل شنو إنه الأم جاهزة لرضاعة الطفل. فعلاوة على الرضاعة الطبيعية، الرضاعة الطبيعية هي تقي من الأمراض، فقد وجدت الدراسات أنها تقلل بشكل كبير من أمراض سرطان الثدي لدى النساء، وتنمي عملية جهاز المناعة للرضيع بصورة جيدة، وتجعله قادرا على التكيف بسرعة مع محيطه. شفنا هنا طبعا أمراض سرطان الثدي بالنسبة لنا للفصل السادس، وبالنسبة لي عرفنا أنه من ناحية الرضاعة بالنسبة للفصل السابع. كما وجد دراسات أن أغلب الأطفال الذين يرضعون من أمهاتهم يكونوا أقل عرضة للاضطراب النفسي، وتكون علاقات مع أمهاتهم جيدة فيما بعد، بعكس الأطفال الرضع الذين يتناولون الحليب الجاهز. يعني بين قوسين الحليب مغشوش هكذا زين. وقد يحدث في بعض الأحيان والأسباب العادية عدم قدرة الأم على الولادة الطبيعية، لذلك ما راح يتم اللجوء على راح يتم اللجوء إلى الولادة القيصرية زين، نتيجة عرضة الأم للخطر زين. مثلا احيانا وحطيكم واحدة من الحالات اكيد سامعين بيها، انه الطفل يربط حول الحبل السري، الحبل السري لما يربط حوله لما يقدر يطلع، والام راح تكون عرضة للخطر والطفل هم يكون عرضة للخطر، فيجون الولادة القيصرية يفتحون البطن على ويطلعون الطفل هذا زين، ويتم ذلك فتح جسم بطنها واخراج الطفل من عندها. وقد تتم الولادة في بعض الاحيان شوكت بالشهر السابع من الحمل، ويكون الجنين فيها هنا غير مكتمل النمو زين، بس يعني يعيش بس يكون غير مكتمل النمو زين، يعني مثلا عنده مثلا نقص بشيء لا سمح الله بالسمع النظر مثلا لا سمح الله ما أعرف، يوضع لفترة من الوقت بسرير خاص ويسمون عادة ذلك الأطفال الخدج. الأطفال الخدج اللي هم أكيد شايفينهم طبعا هسه حاليا حاليا جميع دول العالم قاعد يستعملون الخدج، مو بس لأنه هو هذا الطفل يعتبرون أنه هو غير مكتمل أو أنه ولد بشهر سابع، لا كان مكتمل وغير مكتمل لحفاظا على هذا الطفل، ويشوفوه أنه يشوفون يعني طريقة نموه، طريقة الحياة، طريقة نموه عنده مشاكل، يشوفوه يعاني من مشكلة مثلا فقدان السمع زين. الأطفال الخدج هم الأطفال الذين يولدون قبل موعد الولادة الطبيعية ويكون غير مؤهلين للعيش والبقاء على قيد الحياة زين، ما لم يوضعوا في أسرة خاصة وعناية طبية لفترة من الوقت. التوائم، شنو هم التوائم؟ التوائم عند الأم زين، أحيانا الأم تلد اثنين، وأحيانا الأم تلد ثلاثة، وأحيانا الأم تلد أربعة، فسموهم هذول بالتوائم. التوائم أن الأم تلد طفلا واحدا عادة، لأنه قد يصادف تنزل بيضتان من المبيض، ينزلن عندي بيضتين من المبيض زين. انت ترى صار هذا سنة تقول لي شلون انه بثين وانت قاعد تحكي لي انه بيضة واحدة كل شهر، اقول لك انه البيضة شو اسمه الاولى تكون خاتلة مثل ما يقولون، تكون خاتلة منازلة فلذلك تخاص بيضة، فتنزل اثنين أثناء عملية التخصيب تنزل الثانية، يعني مثل ما نقول كانت محشورة وبعدين هي نزلت الشهر الجاي تنزل، يعني هي تصير عملية دفع فتنزل زين. وأحيانا أكثر من ذلك قد تصل إلى أربعة وأكثر من البيوض، ويتم الإخصاب في الوقت نفسه، ويسمى هذا بالتوائم الغير متماثلة زين. هاي بالنسبة للتوائم الغير متماثلة يعني جايين من بيوض عديدة، أما التوائم المتماثلة يعني أنا عندي نوعين من التوائم. لما نحكي على التوائم فأنا عندي شنو قلنا نوعين، متماثل وغير. لما نحكي على
المتماثل زين هسه راح نشوفه، اما غير متماثل فهسه احنا شفناه اللي هو يكون جاي من اكثر من بيضة. زين تنزل بيضتان من البيض مثلا عندي او اكثر، وراح يتم الاخصاب بالوقت نفسه. هذا صح ولا صح؟ هذا صح بالقانون المتماثل. زين لما نحكي البيضة المخصبة او تماما متماثلة، فهاي البيضة هي نفسها راح تعاني الى انقسامات. ما قلت لكم انه هذا البيضة هي كانت وحدة، وخل نحكي واحد هو طفل راح يجين واحد، هاي الطفل الواحد هو مو قلت لكم انا عندي عملية الاخصاب. الاخصاب زين بعد ما تستقر البيضة وين؟ بالرحم. تبدأ عملية الانقسامات، تبدأ عملية شنو الانقسامات اللي هي اللي هي على مود يتكون لي الجنين، ومن الجنين يتكون لي شنو اللي هو هذا الطفل البارئ البريء اللي انولد بعد شهر 9. زين فعندي خلال عملية الانقسامات راح عندي انقسام اعتيادين واحدة، وهذين الخليتان راح ينفصل عن بعضهما وراح تنموان مكونتان جنين جنينين منفصلين. فراح عندي خلال عملية الانقسام راح يكون لي شنو خليتين، وخلالها عملية داخل الخلية هي نفسها راح يكون لي خليتين. هذين الخليتين راح كل واحدة تنفصل وتكون لي جنين خاص زين، ويكونون عم وراح شو يكونون؟ يكونون ينفصلون عن بعضهما فيما بعد طبعا، بس يعني البيضة هي تنفصل عن بعضهما فيما بعد، إلا ما راح يكونان شبيهم متشابهين تماما، وهذول عند ذلك يسموها بالتمائم المتماثلة. ألا تعتقد أن قابلية الإنسان على التكاثر هي أقل من الحيوانات الأخرى؟ نعم. هل لذلك أسباب؟ نعم. مثلا أنت بالنسبة للمرأة زين، المرأة لها عندها بيضة واحدة كل شهر، عكس مثلا حيوان من الحيوانات مثلا. طبعا لما نحكي على الحيوانات الثدية حالة حادة، الغير ثدية مثلا عندكم بالنسبة للطيور دجاجة ايش كم بيضة تبيض، بالنسبة للضفدع الضفدع ايش كم بيبيض المرة الواحدة بس، السمك السمك ايش كم بيضة يبيض باليوم، باليوم شنو العفو كم بيضة يبيض زين داخل بطنه اللي هو اللي تاكلوه هذا زين بالمئات مو بالمرة الأولى مو واحد يعني ولا اثنين. العقم شنو العقم؟ العقم هي حالة عدم مقدرة الرجل أو المرأة على أن يكون نطف أو بيوض قادرة على الاستمرار، وتكوين خلايا ذا راح يكون لي خلايا ذات قابلية على التحام خلايا الخلية التكاثر من الجنس الآخر. هناك أسباب عديدة تقف وراء العقم، مثل إيش؟ مثل الوراثة، اضطراب الهرمونات وغيرها، يعني يكون الهرمون غير كافي مثلا، يعني دلالة أنه مثلا بعد الإنسات مو غير ناضج، وإنما الهرمونات الذكرية بعده ما متجهزة بالقدر الكافي. زين هاي بالنسبة للهرمونات ووراثة. أحيانا هل توجد هرمونات ذكرية بجسم المرأة؟ طبعا. لماذا مثل ما موجودة بالذكر موجودة بالأنثى؟ زين هل تعتقد أن طفل الأنابيب يختلف عن الأطفال الآخرين؟ الجواب نعم. فهنا يقول لي أطفال الأنابيب يتم اللجوء في بعض الأحيان لعملية إجراء الإخصاب للبيضة بنطف الأب خارج جسم الأم لأسباب عديدة، منها ضعف حالة الأم الصحية وإصابة الرحم ببعض الأمراض، مما راح يؤدي إلى تكرار سقوط الجنين، حيث يلجأ الطبيب إلى هذه العملية على أن يتم إعادة وضع البيضة المخصبة في رحم الأم مع إعطاء بعض الأدوية وركون الراحة التامة. هنا أنا عندي بالنسبة لأطفال الأنابيب إنه يجيبون بيضة ويجيبون من البيضة من الأم ونطفة من الأب ويخصبوهم تحت وضع هو مهيأ، يعني نفس درجة حرارة الرحم كل شيء نفس الشيء، ويحطوهم بهذا المكان يجهزوه بالأجواء المناسبة لعملية الإخصاب. وراح شو يسوون بعدين؟ زين هذا كله هذا تحت يعني سطرة الإنسان يعني مقاس المجهرية، وبالأخير راح شو يسوون؟ راح يحطوهم يحقنوها بعد ذلك بالأم، يرجعوها بالأم بعد عملية الإخصاب، يرجعوها في جدار الرحم لحد نضوجها وتكتمل لحد ما يكون لي الطفل اللي هو يعني أثناء لحد اكتمال هذا الطفل اللي هو الجنين إلى أن يوصل لعمره 9 أشهر. وبعدين شو صار أنا عندي نمو الطفل. زين وصلنا
لحد أثناء عملية الوزن، لحد وصلنا لأمراض الجهاز التناسلي. نشوف إن شاء الله بالحلقة الجاية. أتمنى استفدت اليوم من درس اليوم. أشوفكم على خير، مع السلامة.